يا هلا ويا غلا، لا تغالي إلا بالغالي، دايما الغالي رخيص. ها ايش تعبيلي من بقى؟ قال في واحد عنده معمل تعطل، جيب المهندسين، جيبوا معه مكانات، جيبوا مدري شو مدري صلحوا، تاني يوم تعطل. يا خي جيب لي هالمهندسين من هون، جيبوا له المهندسين، هيدا امريكاني، هيدا فرنجي، هيدا برنجي، هيدا هيك، هيدا هيك. مشي يوم اثنين ثلاثة تعطل كمان، شو بقى نعمل يا خي؟ جب بعدين في واحد بهلول هيك، قال له بدي 100,000 دولار. 100,000 دولار بدك تتساوي المعمل؟ قال له ايه خلي ضل معطل. طيب تعال سوي. اجا ولو جاي ما معك شيء، هوليك جابوا معه مكانات وجابوا اشياء. سكوت انا. طلع رجع شاف هيك مدري وين، شاف شغله صغيره هيك كذا صلحها هيك، معه مثل مطرقه صغيره ضربها هون، مشي المعمل. يوم اثنين ثلاثه اربعه عشره، قال له ما تخاف خلاص. قال له لي خيي صحتين على قلبك، هاي 100,000 دولار اخذتها، بس على هالضربة هيك بدك 100,000 دولار؟ قال له لا، على الضربة بدي دولار، بس تعرف وين بدي اضرب بدي 100,000 دولار، ضربة المعلم. سو وين ضربة المعلم؟ كانت امي تقول له للابونا اللحمات الك والعظام لالي، اضرب الاولاد. ما بدنا اياها هلا. الخادمة قلت لها انت منك بالبيت، الخادمة بتضربها، ايه بيو بيضربهم كمان. هلا بتأمني لها الخادمة على المجوهرات؟ قالت له لا. قال له ليه بتأمني لها علي؟ اليوم البيت اللي ما فيه كلاب منه كلاس، وجنزير الكلب، جنزير ابنه بس جنزير الكلب، لازم الخادمة والكلب وسيارة واحدة ما بتأدي، سيارتين، موبايل واحد ما بيأدي، موبايلين. هو خاطب الموبايل عليه قلوب وهيك، بس يتجوز جمعتين تيتي راح شهر العسل، اجى شهر البصل صار عليه خضرة ومدري شو هيك، بعدين صار عليه كلمات مدري مين الصرمية وهيك، بعدين صارت بدها تفتش مني هي الصرمية. كلهم بيقروا موبايلات بعضهم، هلا ما في زوم للموبايل صرتوا تعرفوا. بده يجي وقت نرجع يا سارية الجبل، أسرى بعبده، نحو فينا وفينا انطوى العالم الأكبر، بس ما منتعلم الأدب إلا من قليل الأدب، ما منتعلم الحب إلا من الحرب. كلنا الله خلق الشيطان، مين بيغلب مين؟ هلأ علمتني سورة الكهف، علمتني سورة الكهف، تأملوا الرحمات في سورة الكهف. هيدي بتقلي لإلي يعني، ما فيني إلكن، أنا أول مرة قريت يقولوا لي مريم this is قرآن، وكنت بلندن يعني، قرآن وأعطيها للناس وخبرتكم، ومعي عبده من العراق يعني بدي صدق الأجاني، أخذني المعلم عند ليدي داي، أنا أكيد أخذت الكتاب معي، وبعدين إجوا كل الكتب. وإجا تشارلز كانوا خاطبين، قال لي هيدا الإسلام اللي بدنا إياه، شو عم تعملوا هلا بالعرب بالمسلمين يلي عم بيهربوا ويروحوا؟ مين بده الإسلام الحقيقي؟ فترة خطرة. علمتني سورة الكهف، تأملوا الرحمات في سورة الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ينشر لكم ربكم من رحمته، ربك الغفور ذو الرحمة، آتيناه رحمة من عندنا وأقرب رحمة. رحمة من ربك، قال هذه رحمة من ربي، سبع رحمات تبارك الرحمن، إنها كافية لأيام الأسبوع. يا الله هون يركب سفينة المساكن فيخرقها، ما فينا نفهمها الحوار أبدا، منه بالفهم ولا بالعلم، بالاختبار. لا غلاما وحيدا فيقتله، يأبوا أن يضيفوه فيقيم جدارهم، أي خير هذا الذي يختبئ وراء كل هذه المصائب، قليل من الصبر فينكشف القدر، ف
فإذا وراء السفينة ولو صلحت ملك سيغتصبها، ووراء الغلام لو عاش ولدان مؤمنان سيشقيان به، ووراء الجدار لو لم يكن كنز لأيتام سيضيع. عجبا لمن يزور الكهف كل جمعة ولم يدرك بعد، نعم أنه بأي بعد وأي قربنا. لو كشفت سحب الغيب لنا، ما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. علمتني سورة الكهف فلينظر أيها أزكى طعاما، لا تأكل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. علمتني سورة الكهف لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الصديق الصالح من إذا صاحبته تعلقت بالآخرة. يا حبيبي، علمتني سورة الكهف أنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. سبحانه، من يهدي الله فهو المهتدي. خلاص، الله هو اللي بيهديك، كن أنت الهادي لغيرك. علمتني سورة الكهف أن الرب الذي أمات أصحاب الكهف 300 عام وازدادوا 9 ثم أحياهم بعد ذلك قادر على أن يحيي أمتنا مهما طال صلاتها. يحيي العظام يا ربي، في حل بعد هالدمار، وفينا نأجل الدمار هيك، ندفشه ما يجي العالم بهالدمار. الحرب العالمية الثالثة، قال له الثالثة ما بعرف، قال له بس الرابعة ما بضل حدا يخبر عن الثالثة. كل من عليها فان كل شيء، يعني مت انه رايح انت، ليش عم تتمسك فيه؟ كل كلمة حكيها الحبيب وأي مستنير إلى ألف معنى ومعنى. نحن منفسر عزاؤنا قد ما منفهم. علمتني سورة الكهف من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله. من أصعب الكلمات اليوم إن شاء الله، إن شاء الله. وإذا بتقولها قبل ما تنام توفي الدين، وعد الدين حر، أنت وعد الحر، هيدا أنت الحر، وأنت الدين، وأنت المتدين، وأنت كل شيء، ما زالك قلتها. علمتني سورة الكهف فانطلق أن النجاح يحتاج إلى انطلاق. الانطلاق هو الطلاق، هو الحرية. أبغض الحلال إذا تجوزتوا وما بتحبوا بعضكم وصرتوا لوقت عم تكذبوا. علمتني سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ذكر الله وقال والدعاء علاج للنفس والنسيان. بس أي دعاء؟ بدي الدعاء المستجاب، دعاء اللي فيه تجاوب من القلب، دعاء الداعي مش دعاء الداعر. كثرة حكي على الفاضي وسرسرة. بدعي لي كل يوم الله يشفيكي، الله يخليكي بتشفي لي أمي. شفي أمك إذا دعوتك. حكي 99.99 بكبهم وبعتذر، بقول كلمة تفه تكريم. علمتني سورة الكهف أن عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لا يقارن بعذاب الآخرة، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا نعوذ بالله من النار. هيدا هو العدل. علي بدي يقعد حد أبو ملجام؟ فزت ورب الكعبة، طعموا طعامي ولبسوا ثيابي، يا ناقة نقيني ورقيني. شو عملنا؟ اختبر العتمة تتشوف النور، اختبر الزنا، كتب الزنا على ابن آدم بجميع حواسنا. إذا ما اختبرت المي كيف بدي خبرك عنها؟ بس. وبعد الجهد شو عملنا؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء، اشرب
عطشك غير عطشي، عمرك غير عمري، طعمتك غير طعمتي، تفكيري غير تفكيرك. مشان هيك بنقعد على هلأ طاولة مدورة، فيك تقعد على الزوايا شو ما بدك وعلى الأرض إذا صار عندك من الحوض الإلهي مش من حيض وغيض. كلنا برامجنا التلفزيونات كلها دخيلكم سكروها كله، خصوصي المبرمجي والمفرنجي والترجم وال... علمتني سورة الكهف احفظ الله يحفظك، قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله غسل له قلبه للحبيب، إذا الحبيب إجا من غسل له قلبه نحن، إذا الحبيب دعاء لابنه مين بده يدعي لنا؟ أعمالنا نوايينا بتصير تشيلك من الاستكبار والغرور، هالإيجو let go and let God، هالتواضع كل ما ارتفع كل ما تواضع. لقى غلاما فحيد وحيدا فيقتله، يأبوا أن يضيفوه فيقيم جدارهم. يا الله يا الله يا الله، كلنا هيك. سورة الكهف، كلمة كهف كيف، كهف في كلمات كتير بتشبه بعضها بكل اللغات، زوازو عصفور، عصفور زوازو. منين جابوا الكلمات؟ من الصوت، من الصوت. هالشجرة سميها المستحية، بيو خوري صاروا من بيت الخوري، بيو نجار من بيت النجار. كل واحد انت ما كان في علم آدم الأسماء قبل آدم، شو كان في؟ كون هونيك موجود. يا الله واذكر ربك إذا نسيت. يا حبيبي علمتني سورة الكهف إنها نور من بين كل الأنوار، كل نهار جمعة إذا فيك تقراها. يا حبيب قلبي وحفظ 10 آيات أولها وآخرها، يحفظك من المسيح الدجال. علمتني سورة الكهف. يا حبيب قلبي شو بدي أقول لك؟ واذكر ربك إذا نسيت. كل آية بلغ آية، قال له لا تكتب القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم قرآنه. ميتشو بيعمل حضرة، بيجي الحبيب محمد في مكانات عنا تصوير بأمريكا، ما فيني إلكم بس تحطوا كارل أنتوني يعني بتشوفوا شو هالآلات اللي عنده. كلهم سمعوا صوته، كلهم شافوا نور، ما إلو صورة، بس ما حدا قدر بهالمكانات اللي عنا يقدر يسجل صوته أو يصور صورته أو النور. بس كل واحد فهم إنه في شيء فوق العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليل. قصة هيدي حقيقية يعني عم نشوفها كلنا، إنك تحسن الظن. لا مش مثل ما أنت بدك، بس انتبه، انتبهوا لا تظلمني، ما تحط علي ظن كي أكون كما أنا. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان فيما مضى شاب غني كتير، والده بيشتغل بتجارة الجواهر والأحجار الكريمة. كان هالشاب كتير كريم على أصحابه لأنه بيه غني وهو يصرف عليهم من قلبه، ويحس إنه أنا بليكن ما إلي عيشة، بده يكون عندك صديق مهما كنت غني وعندك صديق، خلص أنت أغنى الأغنياء. ولكن أيها الحق لم تترك لي صديق. مرت الأيام وتغيرت الأحوال، مات بيو لهالشاب وافتقرت الأسرة افتقار كتير. قال بدي أروح لعنده واحد من أصحابي اللي كنت أنا كريم عليه وهو كريم علي بمحبته وبيعطفه وبيشكره لإلي، بدي أروح لعنده. وهالشاب صار عرف إنه صار من أغنى أغنياء العالم، توجه إليه آملاً أن يجد عنده عملاً أو سبيل لإصلاح الأحوال. قبلوا حرس القصر، خبروا بعلاقته مع هالإنسان،
بصداقته المتينة، خبروا أنه صديقك برا، فنظر إليه من خلف الستار، رأى شخصاً تيب وهيك وفقر، فقال للحرس قولوا له أنه أصحاب القصر، هلأ صاحب القصر لا يمكنه استقباله ولا يستقبله أي أحد الآن. خرج الرجل والدهشة تعلو من تصرف صديقه، متألماً على الصداقة كيف ماتت وعلى القيم الكريمة كيف قدر نسيها. عاد الرجل من حيث أتى لا يدري ماذا يفعل ولا إلى أين يتوجه، وبينما هو في الطريق إذا به يقابل ثلاثة من الرجال عليهم أثر الحيرة محتارين وكأنهم يبحثون عن شيء، فقال لهم ما أمر القوم؟ فرد متحدثهم قائلا نحن نبحث على رجل يقال له فلان ابن فلان، وذكروا اسم والده. فرد الشاب هذا الرجل أبي وقد توفي، مات قبل فترة توفي. فاسترجعوا الرجال وتأسفوا وذكروا والده بخير، وقالوا له إن والدك كان يعمل في تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة، وقالوا عندنا قطع نفيسة عندنا من المرجان كان قد تركها عندنا أمانة، ونحن بدورنا اليوم منرجع لك إياها، هيدي من بيك أمانة عم نرجع لك إياها. تسمر الشاب في مكانه والدهشة تعلوه وهو لا يصدق ما يرى ويسمع. فكر الشاب طويلا في كيفية بيع هذا المرجان، لكنه صدم بالنتيجة، بلدته ليس فيها من يملك ثمن قطعة واحدة منها، كيف بدي بيعه؟ كيس مليان هيك ولا مين بدي بيعه؟ أنجأ معنا ناكل خبز يعني بنشتري هلأ اثنين. وبعد برهة صادف امرأة كبيرة في السن عليها أثار الغنى والثراء، فقالت له أين أجد مجوهرات للبيع في بلدتكم؟ اندهش الشاب من سؤالها وبادر قائلا أي نوع من المجوهرات تريدين؟ قالت أي أحجار كريمة رائعة الشكل مهما كان ثمنها. فسألها إذا كان يعجبها المرجان، فقالت نعم الطلب. فأخرج لها بضع قطع من الكيس فابتاعتها ووعدته بالعودة لتشتري المزيد. وهكذا عادت تجارته يوم بعد يوم، أنشط وأنشط وأنشط كما كان وأكبر وأفضل. وذات يوم تذكر صديقه صاحب القصر وتذكر ما فعله معه، فكتب له في رسالة فيها بيتين بعث بها صديقا لأنه يستعملها، قال له خذ هالبيتين الشعر لإله. صحبت قوما لؤاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى، وحين أفلست عادوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق هذين البيتين طلع ورقة وكتب عليها ثلاثة أبيات ردا على صديقه، جاء فيها سامحوني عم بقراها أرمني بس أنتم بتعرفوا، أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل ولكن عليك خشينا وقفة الخجل. يا حبيب قلبي وين بعد في هيك ناس؟ وين في هيك حقيقة؟ أنا شفتها بإنسان بدي روح شوفه والمليارات معه. قلت له شفته عنده أخلاق، اللي عنده ذرة من الأخلاق بيكفي، وزعهم كلهم أو احرقهم قبل ما أجي لعندك. لو الميل حقيقة بيطلع على الشجر، لو الميل حقيقة ما شفنا كيف هالأغنياء عم بتموت، والمشهورين بهوليوود ومارلين مونرو وفلان وفلان وكندي وكلها، شو صار؟ مؤامرات. شيلوا الأوادم، قال لهم رح تتذكروني كندي، رح تقتلوني بس رح تتذكروا الدمار الشامل اللي رح يجي على هالكرة الأرضية بسبب جهلنا. نحن متمسكين بس بالميل، العلي منا بالميل، الميل سيولة مثل الدم بالجسم، ولكن شلنا هالبترول دم أمي الأرض عقبال الغؤية من الرسول. ما بدنا، كلنا بدنا البترول وكلنا بدنا النفايات وعم نتخانق عن النفايات. أنتوا أنا النفايات وأنتوا أنا الآيات، بأي ذنب أضربه؟ نعم
الطيور تأكل النمل وعندما تموت فإن النمل يأكلها. شو هالسر؟ إذا بده علم النمل إذا فاتت عدينته للفيل بتقتله. هلأ السبب هيدا الموبايل، ما في حدا إلا حامي الموبايل. أنا بروح وبمشي بالطريق أو بفوت على المول بس تشوف هالحزن وهالعذاب عند هالأطفال، حس بقلبي شو فيني أعمل والباقي كلهم بتشد هيك. ما أنت اللي عليتي إياه. الظروف قد تتغير فلا تقلل من شأن أحد. غني غني، فقير فقير، فقير فقير، غني غني. الميل سيولة، روح شوف مين جوعان مين هيك، ما تعطي ميل، جيب له أكل، جيب له كتاب. انبسط كتير هالطفل لما جابوا له صرمية غمرة وهيك، صرمية جديدة انبسط فيها كتير، عيونه عم بتضوي، الدنيا عم بتشتي، والأم على السطح وشالت الباب وقالت له تعال نقعد تحت الباب لأنه ما عنده سقف. قال لي يا أمي إذا نحن عنا باب الفقراء أولك بشو بدهم يقعدوا تحت الشتاء؟ إنه صار غني عنده شي فوق راسه. نعم كثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه، بحب الإهانة، بحب يعذب نفسه، بحب يعذب غيره. القراءة تصنع إنسانا كاملا، والمشورة تصنع إنسانا مستعدا، والكتابة تصنع إنسانا دقيقا. قد ما فيكم اكتبوا وكبوا، بس اكتب اكتب وقريهم اللي كتبته. ضليت 40 سنة أنا اكتب وكب. حس هيك أول كتاب كتبته فنجان قوة، ما حدا استرجى طبعه. بعدين بأمر من بشار الأسد واحد سوري قال له هيدي كتاب وكتب. انا ما لي عليه انا 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 دخيلكم، هيدي هبطت علينا من غير ما ابراج ومدري مجرات وشيل 20%. قال لي بدي احطه بالسعوديه، يا خي مكتبته ببيت الملك انا، كيف بدك تحطه بالسعوديه؟ قال لي لا لازم اشيل منه. قلت له طيب حط هالقصه فيه. قال لي دخيلك لا هي ولا هنا، يباع سمك طازه. جا واحد قال له ليش حاطط هنا ما نحن عارفين جايين لهون، ولها ليش حاطط سمك الثاني ما ريحه السمك واصله لهوني. جبت لي ليش يباع؟ ما معنا مصاري جايين نشتري شو ببلاش؟ يا خي ليش طازه؟ ما نحن لو منا طازه جايين لهون عارفين انك طازه. ما مكتوب شيء على الارمه. اجى واحد قال له ليش ما بتكتب هنا يباع سمك طازه؟ ما فيك ترضي حدا، بدك ترضي الناس. واحد راكب على الجحش قال له مركب هالولد الصغير وانت الكبير عم تمشي؟ ركب الكبير ولا مركب؟ بعدين ركبوا اثنيناتهم، والاثنينكم راكبين، بعدين حملوا الحمار اثنيناتهم. ارضاء الناس، ما فيك ترضي حدا، ترضي نفسك. نعم. في التاريخ الاسلامي لم يكن هناك الا 6 مفسرين للاحلام. اما اليوم ففي كل مدينه عشرات المفسرين. لقد كثرت الاحلام في أي أمة عربية، في كل الأمم العربية بنوع خاص، لأننا أمة نائمة. نعم كلهم هالأبراج اللي بيعملون هلأ وبيفسروا، قال وينك أنت؟ نعم في سينا، وينك؟ في حرينا نقطوة. منك بحاجة، الكتاب عندك إيه؟ بين إيديك. قال شو بدي أعمل بهالعرب تيقروا؟ قال له حط الكتاب بين اجرين الحرمه. بصير تبرحيش، بتصير تقرا. ما نمرقوا. ام عم تقول لبنتها انا ما قلت لك اذا شب باسك قولي له دونت، واذا حضنك قولي له ستوب. قالت له بس المشكله هو حضني وباسني بنفس الوقت، قلت له دونت ستوب. واحد معه سيارة بورش طلع معه صاحبته، قال لها آسف حبيبتي أنا كذبت عليك. قالت ليش شوفي؟ قال لها أنا متزوج وعندي أولاد. قالت يقطع عمرك خوفني، فكرت البورش مش إلك. والله أكبر، البورش أهم، السيارة قبل السواق.
بتمشي بسيارة فخمة هيك والناس كلهم، واحد معه سيارة الموتى، شوف بنت حلوة، قال الله اطلعي، قالت له اطلع معك، قال لا الناس عم بتموت تطلع معي. انتبهوا، هي نكتة بس لو ما فيها حقيقة صار منها نكتة. بلبنان أوين بيطلعوا النكتة؟ شو هالذكاء؟ شو هالفهم؟ الحياة هي نكتة. Life is only a joke. جورج أوشاوا قال We are here to play. نحن منلعب مثل الولاد بتلعب. يلا فوت نام. ما بيعرف شو النعس، ما هو عم بيلعب. فوت كول، ما بيعرف شو الجوع. ما بيعرف شو التعب. أنا بحب روح على المدرسة بس ألعب مع أصحابي. إن لم تعودوا كالأطفال، مش childish childlike، تتعلم حكمة والنعمة واللي بدك إياهم، بس الأطفال عندهم براءة، عندهم طهارة. ما بيعرف إنه عم بيحبك. حياته كلها محبة. شايف رجال ختيار هونيك عم بيبكي بالجنينة، فلت إيد أمه وراح، طلعت فيه لقيته قاعد على كتفه، بس إجا قالت له شو عملت؟ قال لها تركته يبكي. لك شو حلوة، واجه الموت بالموت، واجه الخوف بالخوف، ساعتها بتشوف ما في موت، في موت الموت.